بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححا. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم. رخص، من الذي تولى الترخيص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أسند الصحابي رضي الله عنه الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الفعل المجهول، فيقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول رخص لنا، أو بالفعل المبني للمعلوم أعطانا أو قال لنا أو قيل لنا أو نحو ذلك، فيرجع كل هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رخص للشيخ الكبير. وذلك أن الصيام أول ما نزل كان المرء بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم إن الله جل وعلا ألزم بالصيام فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتحتم الصيام على كل قادر، ورخص لمن؟ رخص للكبير العاجز المريض، والكبير العاجز والمرأة العاجزة عن الصيام، وإطعام مسكين عن كل يوم ولا قضاء عليهما. ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب الكفارة على من أفطر من النساء من أجل حملها أو من أجل ولدها الذي ترضعه، وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فهمنا من هذا الحديث الصحيح أن المرأة الكبيرة والرجل الكبير لا يلزمهما صيام ما دام عجزا عنه، وليس عليهما قضاء، لأنهما لا يتوصلان إلى حالة يستطيعان فيها القضاء، بخلاف المريض مرضا عارض، فإنه إن لم يستطع الآن يستطع فيما بعد إذا من الله عليه بالشفاء. وأما العاجز عجزا مؤبدا كالكبير في السن
والمريض مرضا مزمنا لا يبرأ منه عادة غالبا، فهذا يرخص لهم في الفطر ولا قضاء عليهم، وإنما عليهم الكفارة. درجة الحديث: الحديث صحيح، أخرجه الحاكم وصححه، وقال الدارقطني إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري بنحوه من طريق عطاء لابن عباس بنحوه، وله شواهد. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعد أن استعرض هذا الأثر وأتى بطرقه وبحثها وناقشها قال: حديث ابن عباس يدل على أن العاجز عن الصيام لكبره أو مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا صحيح يشهد له حديث ابن عمر وأبي هريرة. ما يؤخذ من الحديث: أول ما نزل في شأن صيام شهر رمضان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فصار المسلمون مخيرين في أول الأمر بين الصيام وبين الفطر مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، لما جاء في البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسختها، فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم. أما الشيخ الهرم الذي يشق عليه الصيام، ومثله العجوز الكبيرة التي يشق عليها الصيام، فلا يوجد نسخ في حقهما، وإنما لهما أن يفطرا ولا قضاء عليهما، وإنما عليهما الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وهذا هو ما جاء مرويا عن ابن عباس بقوله: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. ويشهد لهذا التفصيل ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن معاذ بن جبل قال: أثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. والخلاصة أن الرخصة العامة بالإفطار والإطعام نسخت بالآية الثانية، أما الرخصة للشيخ الكبير والشيخة الكبيرة فلم تنسخ في حقهما، وبينت السنة أنها مشروعة مستمرة إلى يوم القيامة. مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصيام، المريض الميؤوس من برئه ويشق عليه الصيام، فله الفطر وعليه إطعام مسكين عن كل يوم. قدر إطعام المسكين هو مد من البر الحنطة ونصف صاع من غيره، والصاع النبوي 4 أمداد، كل مد هو 625 جرام، فالصاع النبوي 3 كيلوغرامات تقريبا. هذا في حق الكبيرين العاجزين العاقلين، أما الذي أصابه الخرف والتخليط فلا صيام عليه ولا كفارة، لأنه ممن رفع عنهم القلم والتكليف. يعني هناك فرق بين أن يكون الرجل مريضا مدرك لكن لا يستطيع الصيام، لا حاضرا ولا مستقبلا، فماذا عليه؟ عليه الإطعام. إذا كان المريض مريض مرض خرف، عدم إدراك، عدم تمييز بين الأمور، لا يحسن الصلاة،
هذا ليس عليه شيء، لا إطعام ولا صيام ولا كفارة، لأنه سقط عنه التكاليف الشرعية، تسقط التكاليف الشرعية مع عدم الإدراك والعقل. فأنس بن مالك رضي الله عنه كان عاقلا ويحدث ويعلم بما جرى مما فيما مضى وأدرك هذا، لكنه لضعف سنه وكبره أفطر لعجزه عن الصيام، فهذا يفطر وعليه الكفارة. أما الذي يفطر لكونه لا يدري لا يفرق بين رمضان ولا غيره، أو لا يصلي ما يدرك الصلاة ولا يمسكها، إذا صلى سلم على من حوله وحدث وتكلم وكذا وكذا، ما يدري عن الصلاة، هذا ليس عليه لا إطعام ولا صيام. لما؟ لأنه رفع عنه التكليف، رفع القلم عن ثلاثة: النائم والصغير والفاقد العقل والإدراك، المجنون حتى يفيق، فهو في حكم المجنون الذي لا يدرك الصيام، لا يلزمه لا قضاء ولا كفارة. أما الذي يدرك فيلزمه القضاء ويستطيع القضاء في شهر دون شهر، مثلا إذا كان لا يستطيع الصيام الآن لكنه مريض مرض خفيف ويحسن ويؤمل أن يبرأ، فإذا برئ صام وهكذا. أما إذا كان لا يستطيع الصيام إطلاقا، فهذا إن كان عقله موجود فيلزمه الكفارة لأنه يحتسب له الصيام، أما إذا لم يكن عقله موجود فلا بأس عليه، يفطر ولا شيء عليه. نعم. خلاف العلماء: اختلف العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين أو الطفل فقط وأفطرتا، هل عليهما الكفارة أم لا؟ ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوب الكفارة لما روي الكفارة مع القضاء، وجوب الكفارة مع القضاء. نعم. لما روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما. قال الألباني: أثر صحيح. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنهما تقضيان ولا تطعمان، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري. ولا يسأل فيها قولان للعلماء رحمهم الله: في المرأة القادرة على الصيام لكنها تخاف على ولدها، حملها الذي في بطنها، إذا صامت يتضرر، أو رضيعها الذي ترضعه، إذا صامت نشف ديدها، نشف عن الإرضاع فيموت أو يتضرر الصبي، فقالوا تأكل وتشرب من أجل إدرارها اللبن لولدها، وعليها مع القضاء الفدية، لأنها أفطرت لغير صالحها، لغير مرضها، فإذا أفطرت لغير مرضها وغير مصلحتها فعليها مع القضاء الكفارة. واضح الفرق بينهما؟ إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسها وولديها فعليها القضاء فقط، إذا خافت على ولدها سواء كان جنينا أو رضيعا فإن عليها مع القضاء كفارة،
لأنها أفطرت وهي قادرة على الصيام. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنهما تقضيان ولا تطعمان، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري. ولا يوجد ما يدل على الوجوب، والأصل براءة الذمة، ولكن صح عن ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أن تفطرا وتطعما لدخولهما في الآية الكريمة، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال ابن القيم: أفتى به ابن عباس وغيره إقامة للإطعام مقام الصيام. وقال الشيخ تقي الدين: تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم رطلا من خبز بأدمه، وهو مذهب جمهور العلماء، فقد قالوا: حكم الإطعام باق في حق من لم يطق الصيام. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم: تفطران وتطعمان وتقضيان. فائدة: الذي لا يجب عليهم صيام شهر رمضان أداء أربعة أصناف. أربعة أصناف من الناس لا يجب عليهم صيام رمضان في وقته، يعني لهما الفطر والناس صيام. من هؤلاء الأربعة؟ أربعة أصناف، وليسوا أربعة أشخاص، بل أربعة أصناف. الصنف قد يتعدد يكون كثير. أربعة أصناف. نعم. المريض الذي يرجى زوال مرضه ويشق عليه الصيام، هذا له الفطر ويصوم ويقضي قضاء، له الفطر حالا ويقضي بدل الصيام، بدل الأيام التي أفطرها يقضي صيام أيام بعددها، وليس عليه شيء سوى ذلك. نعم. المسافر سفر قصر، المسافر سفر قصر يقصر فيه الصلاة، له أن يفطر لسفره وإن لم يشق عليه السفر، له أن يفطر ويقضي. نعم. المفطر لإنقاذ معصوم، المفطر لإنقاذ معصوم، كأن يكون مثلا واحد غرق في البحر أو في بركة كبيرة ويخشى عليه من الغرق، ما استطاع أن يخلص من هذا الماء ويخشى عليه من الغرق ويحتاج إلى إنقاذ، من ينقذه؟ الذي ينقذه قالوا لا بد له من أكل أو شرب حتى يتقوى على إنقاذ هذا الرجل، فإذا كان كذلك فله أن يأكل ويشرب حتى يتقوى على إنقاذ هذا الرجل، أو الغريق أو الحريق أو أي شيء من الأعذار التي تجعل الصائم الفطرة لإنقاذ هذا المعصوم، هذا الرجل المعصوم الذي لا يصح لنا تركه في البئر أو في البحر أو في الماء أو في النار، يجب علينا إنقاذه، فهذا معصوم يجب إنقاذه، فإذا أنقذه المنقذ قالوا لا بد أن يأكل، لأنه ما يستطيع أن ينقذه إلا بعد الأكل أو بعد الإنقاذ، يلزم أن يأكل ليقوي نفسه على الفطر، ليتقوى بهذا الفطر على إنقاذ هذا المعصوم. نعم. المفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، إنقاذ معصوم من هلكة، واحد مثلا ساح في البر ولا يدرى أين هو، ويلزم له أن يبحث عنه، لأنه قد يموت جوعا أو عطشا، فيلزم أن نرسل واحد يبحث عنه. قال هذا الواحد الذي يبحث عنه: أنا ما أستطيع أبحث عنه وأنا صائم، لا بد أن آكل. نقول: نعم، كل، لإنقاذ هذا المعصوم من هذه الهلكة التي وقع فيها. نعم.
الحائض والنفساء. هاتان المرأتان عليهما الصيام لكنهما لحيضهما أو نفاسهما ما استطاعتا أن تصوم، عليهما القضاء ولهما الفطرة في أيام رمضان. نعم. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فقط أو خافتا مع نفسيهما على الجنين أو الرضيع. إذا خافت على نفسهما أو خافت على الجنين والرضيع مع نفسيهما، كأن تكون المرضع مثلا يشق عليها الصيام، لو صامت تضررت هي وتضرر جنينها ولدها الذي ترضعه، يقول لها أن تفطر لكونها المرض، لكون هذا الصيام يشق عليها، لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين إذا كان الإفطار من أجل الرضيع فقط أو الجنين، أما إذا كان من أجلها فتعتبر بمثابة المريضة. نفرق بين المرأة المرضع التي أفطرت خوفا على ولدها فقط وإلا هي لا يشق عليها الصيام، هذه عليها مع الصيام مع القضاء الإطعام كفارة لفطرها لمصلحة غيرها، لأنها أفطرت لمصلحة غيرها، مثل من أفطر المريض، مثل من أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة. أما إذا خافت على نفسها فتكون بمثابة المريضة، فحينئذ لها الفطر فقط وعليها الصيام فقط، عليها القضاء فقط. فإذا كان أفطر المرء من أجل نفسه فعليه القضاء فقط لأنه في حكم المريض، أما إذا أفطر المريض لمصلحة غيره فإن عليه أن يقضي ويطعم. نعم. الثاني يفطر ويقضي ويطعم مسكينا عن كل يوم، وهم الحامل إذا خافت على جنينها والمرضع إذا خافت على رضيعها، والمذهب أن الإطعام على من يمون الجنين والرضيع، وقال بعضهم عليهما كليهما. هذا النوع الثاني ممن يلزمه القضاء مع الإطعام، من هو؟ الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما جنينا أو رضيعا فقط وإلا هي لا يشق عليها الصيام. إذا جاءت المرأة قالت أنا لا يشق علي الصيام وأستطيع أن أصوم، لكن ألاحظ أني إذا صمت صار ما في لبن للرضيع هذا أو للجنين هذا، ما صار فيه نشاط وأخشى عليه أن يموت، نقول أفطري وأقضي وأطعمي، عليها الفطر والقضاء والإطعام. فرق بين من عليه مع القضاء الإطعام، المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما فقط فعليهما القضاء والإطعام، أما إذا خافت على نفسها فعليها القضاء فقط، لأن إذا خافت على نفسها بمثابة المريضة والمريضة ليس عليها سوى القضاء، أما إذا خافت على نفسها إذا خافت على ولدها فعليها مع القضاء إطعام مسكين، لأنها بمثابة من أفطر لمصلحة غيره لإنقاذ معصوم من هلكه. الثالث من لا يجب عليه الصيام أداء ولا القضاء، وإنما تجب عليه الكفارة بدل الصيام، وهم النوع الثالث ممن له أن يفطر في نهار رمضان. من هو النوع الثالث؟ هذا نوع يختلف عن النوعين السابقين. النوع الثالث من أفطر لكبر أو عجز لا يرجى ورؤه، هذا يفطر وليس عليه سوى الإطعام الكفارة.
الثالث من لا يجب عليه الصيام أداء ولا القضاء وإنما تجب عليه الكفارة بدل الصيام، وهم الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذان يشق عليهم الصيام. هذا فعل أنس رضي الله عنه لما كبرت سنه زاد عن 100 ما استطاع أن يصوم رضي الله عنه، مع أن فكره وعقله باق يدرك ويحدث الناس، وعمره فوق 100 رضي الله عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده واغفر له وارحمه. يقول: وجدت الاثنتين كثر المال وكثر الولد وطال العمر، لكني أرقم الثالثة الرابعة أرجو الله أن يحققها، وهي المغفرة والرحمة رضي الله عنه وأرضاه. ففي البخاري ومسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. أما ابن عباس فلا يرى النسخ، وإنما جاء عنه ما رواه أبو داود وغيره قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا. قال بعض المحققين: فتكون الآية محكمة غير منسوخة، وأنها إن الآية محكمة غير منسوخة، لأن إذا قلنا منسوخة يكون بطل الحكم الأول، لكن إذا قلنا محكمة الحكم الأول باقي والحكم الثاني باقي، ما في نسخ، فيه تخصيص نسخ بعض أفراد هذه القضية، مثلا نسخ للقادر على الصيام يلزمه أن يصوم ولا يجوز له أن يطعم ولا أن ولا يفطر، أما القادر الذي لا يقدر على الصيام فله رخصة في أن يفطر ويطعم ويكفيه ذلك. قال بعض المحققين: فتكون الآية محكمة غير منسوخة، وأنها إنما أريد بها هؤلاء من باب إطلاق العام على الخاص، وهو أولى من ادعاء النسخ، فإنه خلاف الأصل، فالواجب عدمه. أو إطلاق العام على الخاص، أطلق العام الذي هو الفطر على الخاص من هذه الصنف، وهو الذي خاف على نفسه أو على ولديها، خافت المرأة على نفسها ولديها، هذا خاص، والعام الخوف المريض الكبير السن. النسخ للصحيح القادر على الصيام، هل ينسخ في حقه الصيام؟ لا، يجب عليه أن يصوم، لكن إذا كان غير قادر على الصيام فهذا له أن يفطر ويطعم. نعم. قال بعض المحققين: فتكون الآية محكمة غير منسوخة، وأنها إنما أريد بها هؤلاء من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، وهو أولى من ادعاء النسخ، فإنه خلاف الأصل، فالواجب عدمه أو تقليله مهما أمكن، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الكبير يفطر ويطعم عنه. الرابع: المريض الذي لا يرجى شفاؤه، يكون معه مرض مزمن أو مرض عادة إذا حل بالإنسان والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة، فإنه لا يبرأ منه عادة، هذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، ولا نقول عليه القضاء لأنه لا يرجى منه قدرة على القضاء.
الرابع من الأصناف الأربعة الذين لا يجب عليهم قضاء رمضان، يجب عليهم صيامه أداء، أربعة أصناف تقدم ثلاثة وهذا هو الرابع. يجب عليه الرابع من لا يجب عليه أداء ولا قضاء أو لا يصح منه، وهم الكافر لا يصح منه ولا يقضيه لو أسلم، مع أنه إذا مات على كفره سئل عنه وعذب على تركه. الكافر إذا أدرك رمضانات وهو على كفره ثم من الله عليه بالهداية فأسلم، هل نقول له يلزمك قضاء رمضانات التي مضت؟ يقول أنا عمري الآن 60 سنة وإذا ألزمتموني في القضاء، يعني معناه أنه يلزمني قضاء 45 شهر رمضان، 45 شهر رمضان، لأني ما أستطيع الآن، تجعلونني أترك الإسلام كله من أجل هذا؟ يقول لا يا أخي، لا تترك الإسلام، الإسلام خير، والله جل وعلا يغفر لك ما مضى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالأيام التي أفطرتها لكفرك ما عليك فيها شيء، لكن لو استمررت على الكفر حتى تلقى الله جل وعلا فإن الله سيعذبك على 60 سنة أدركتها ولم تصمها، تعذب على عدم الصيام تعذب عليه، لكن إذا أسلمت فالإسلام يجب ما كان قبله من الآثام والحمد لله. فرق بين الكافر الذي أسلم في آخر حياته، أسلم وعمره 60 سنة ومات بعد هذا ما أبطأ، هذا ما الذي يلزمه؟ ما يلزمه سوى صيام رمضانات التي يدركها مسلما، وما أدركه وهو كافر فإنه لا يؤمر بقضائه، ولو أداه حال كفره ما قبل منه، لأن الله جل وعلا لا يقبل الصيام إلا من نفس مسلمة، أما الكافر فلا يقبل منه. لو قال الكافر مثلا أنا بصوم الآن وأنتم لا تحسبون لي الآن حتى أسلم، إذا أسلمت احسبوا لي الأيام اللي مضت، يقول لا يصح منك أن تصوم، ولو صمت فإنه لا ينفعك، إذا أسلمت فإن إسلامك يسقط عنك الواجب كله حق الله جل وعلا، والوجوب بين حق الله وحق العباد، أما حق العباد فلا يسقط لا بالإسلام ولا بغيره، حق العباد يجب على المرء أن يؤديه، أما حق الله جل وعلا فالله جل وعلا يتجاوز عن الحقوق الخاصة به سبحانه وتعالى كالصيام والصلاة والزكاة وغير ذلك من الأمور. الكافر لا يصح منه ولا يقضيه لو أسلم، مع أنه إذا مات على كفره سئل عنه وعذب على تركه. الصغير والصغيرة وهما من دون البلوغ، وهما مميزان فيصح منهما ولا يجب عليهما وينبغي أمرهما به ليعتادا عليه. الصغير والصغيرة، ما حد الصغر؟ حد الصغر البلوغ، دون البلوغ ما يجب عليه الصيام، فوق البلوغ يجب عليه الصيام، قد يكون الولد الذكر والبنت أخته، يجب على الأخت الصيام ولا يجب على الابن، والابن أكبر منها، كيف هذا؟ يجب على الابن، يجب على البنت أن تصوم ولا يجب على الذكر أن يصوم وإن كان أكبر منها، لأن البنت قد تبلغ وهي صغيرة فيجب عليها الصيام، أما الذكر فقد لا يبلغ إلا في 15 سنة فلا يؤمر بالصيام إلا إذا بلغ 15 سنة، وما دون ذلك لا يلزم، أما البنت إذا حاضت وعمرها 10 سنوات يجب عليها أن تصوم. هذا الفرق بين الذكر والأنثى والبلوغ، لأن البلوغ من الأنثى غالبا تبلغ
قبل الذكر، فإذا بلغت حاضت مثلا يجب عليها القضاء الصيام. الولد ما دام ما بلغ 15 سنة ولا احتلم ولا نبت الشعر الخشن حول قبله فإنه يعفى عنه الصيام، لكن يحسن أن يعود عليه، يقال صم اليوم وخليك تفطر باعتر، صم يومين وافطر يوم، صم 3 أيام وافطر يوم ويومين، وهكذا صم يومين وافطر يوم، صم افطر 3 أيام وصم يوم، وهكذا يعود عليه الولد من غير وجوب، ولا نعنف عليه ولا نلومه لأنه غير واجب في حقه. المجنون لا يصح منه ولا يقضيه بعد إفاقته ولا يطعم عنه. المجنون لا يصح منه الصيام لأنه ما يدرك، ولا يلزمه قضاء لأنه مرفوع عنه القلم، ولا يؤمر بالقضاء بعد الإفاقة، يؤمر بالصيام الحاضر الذي أدركه صحيحا معافى يؤمر بصيامه، أما ما أدركه حال جنونه فإنه لا يلزمه الصيام. مثال ذلك مثلا واحد كان مجنون في شعبان إلى 5 رمضان، ومن 5 رمضان إلى 10 رمضان صحى وأدرك، من 10 رمضان إلى 15 رمضان مريض ما يستطيع الصيام. نقول 5 الأولى التي أتت عليه وهو مجنون هذه لا يؤمر بقضاء ولا إطعام ولا شيء من هذا، 10 التي مرت عليه وهو صحيح معافى يجب عليه أداء الصيام، 5 الأخيرة التي وجبت عليه وهو مريض ما يستطيع القضاء يقول عليه أن يقضي في أيام أخر، وهكذا. المجنون لا يصح منه ولا يقضيه بعد إفاقته ولا يطعم عنه. المختلط في عقله لا يجب عليه ولا يطعم عنه. المختلط في عقله إنسان ما يدرك مثلا ما يميز، هل يجب عليه الصيام؟ لا. يجب عليه القضاء؟ لا ما يجب عليه. لما؟ لأنه لا إدراك عنده، مرفوع عنه القلم، المرفوع عنه القلم لا يجب عليه قضاء ولا صيام، لا يجب عليه قضاء ولا إطعام لأنه غير مدرك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل من أخذ الدواء بسبب مرضه بدون شرب ماء هل يعتبر مفطرا؟ نعم، لأنه إذا أدخل إلى جوفه أي شيء، حبوب أو قطرة أو كلام أو أي شيء يأكله فإنه يفطر بذلك، فإن كان مريضا فلا بأس أن يستعمل الدواء ويفطر، أما إذا لم يكن مريضا فلا يجوز له. يقول السائل: هل يقاس المفطر لإنقاذ معصوم على الحامل أو المرضع إذا خافتا على جنينهما فقط في الإطعام؟ نعم، هذا القياس على ذلك، قاس أنها خافت على غيرها لإنقاذ غيرها، وكذلك من أراد إنقاذ معصوم من هلكه، مثل ما إذا كان واحد على وشك الهلاك يخشى أن يموت فيحتاج إلى من ينقذه، فهذا الذي ينقذه له أن يفطر لإنقاذه، وليس عليه سوى عليه القضاء وعليه الكفارة. يقول السائل: إذا كانت المرأة كبيرة السن والمريضة كيف يطعم عن كل يوم مسكين إذا ليس عنده أموال؟ إذا لم عنده ملال فيبقى في ذمته متى ما رزقه الله يطعم
وإلا يلقى الله جل وعلا والله عفو كريم. هذا من التعنت أيها الإخوة. يقول: ما هو الدليل من الكتاب ومن السنة الذي يدل على وقوف الإمام عند رأس الرجل الميت وعند عجزة المرأة؟ وش تبي بالدليل بهذا؟ من الكتاب والسنة على هذا. أوقف عند رجليها المرأة، ما عليك تصح الصلاة، ما هو بزين التعنت والتشدد. ما هو الدليل من الكتاب والسنة على كذا؟ والمسألة كلها في حدود السنة، في حدود السنة، فما ينبغي للمسلم أن يتعنت ويتشدد هكذا. لو وقفت عند رجليها فصلاتك صحيحة عليها. يقول السائل: رجل اشترى أرضا تقدر ب4 ملايين ويريد بناء الأرض وبيع الشقق، هل يخرج على هذه الأرض زكاة قبل بنائها مع التنبيه على أنها ستترك 3 سنوات بدون بناء؟ هذا لا يخلو. إن كانت الأرض اشتراها لأجل البيع والشراء، لأجل البيع، فيلزم فيها الزكاة من حين ملكها إلى أن يبيعها. أما إذا اشتراها يريد أن يعمرها ثم بعد العمارة ينشئ نية جديدة للبيع أو للسكن، فلا بأس عليه ولا يجب فيها زكاة. يقول السائل: علبة الماء إذا خالطها قليل من اللبن أو قطرات من اللبن هل تصلح للوضوء؟ ما دام أن مسماها ماء فهي تصلح للوضوء، وإذا سميت لبن فلا تصلح للوضوء. ما حكم الأكل أو أخذ الدواء مع الأذان أو بعد الانتهاء من الأذان؟ أيها الإخوة، الصيام ما هو معلق بالأذان وعدم الأذان، لأن المؤذنين يتفاوتون، إنما هو معلق بشيء ثابت شرعا، الذي هو طلوع الفجر من عدم طلوعه. إذا كان حال استعمال الدواء لم يطلع الفجر فلا بأس عليه أن يستعمل الدواء وغيره، وإذا كان قد طلع الفجر ولو أنه لم يؤذن فلا يجوز له أن يستعمل الدواء. يقول السائل: أنا معتمر وسيجدني العيد هنا بمكة المكرمة إن شاء الله، فهل يمكن أن أنيب عني ابني في إخراج زكاة عيد الفطر في بلدي الأصلي أم أكتفي بإخراجها هنا؟ أنت بالخيار أخي، إن شئت أن توصي ابنك بأن يخرج عنك صدقة الفطر فصح، وإن شئت أن تخرج عن نفسك وعن أهلك زكاة الفطر في مكة لأنها أفضل، وإن شئت أن تخرج صدقة فطرك أنت في مكة وأولادك في مكانهم، فالمسألة فيها خيار 3، أنت بالخيار فيها. إن شئت أن تخرجها هنا، وإن شئت أن تخرجها هناك، وإن شئت أن تخرج عن نفسك هنا وعن غيرك هناك في بلدهم. يقول السائل: ما رأيكم في الوقت الذي ينتهي به الاعتكاف، هل هو بعد المغرب آخر العشر أم بعد صلاة العيد؟ الانتهاء انتهاء الاعتكاف بعد غروب الشمس من ليلة العيد، إذا غربت الشمس من ليلة العيد عرفنا أن الاعتكاف انتهى، لأن الليلة من تبع لليوم من شوال، والمستحب أن يبقى في معتكفه حتى يخرج لصلاة العيد، المستحب غير الواجب. الواجب إذا غربت الشمس من ليلة العيد انتهى وقت الاعتكاف، أما المستحب فيستحب أن يبقى في معتكفه حتى يخرج لصلاة العيد. يقول السائل: إن أمي مريضة مرض المعدة، إذا صامت يغمى عليها وعمرها فوق 50 سنة، ماذا عليها؟ عليها الإطعام عن كل يوم مسكين، ولا يلزمها صيام ولا قضاء إذا كانت لا تستطيع القضاء. أما إذا كانت لا تستطيع الصيام الآن
لكن في وقت الربيع أو في وقت الشتاء تستطيع الصيام فيحسن بها أن تؤخر الواجب حتى يحين الوقت المناسب لها وتصومه في أولى لها من الإطعام. فإذا أيست من القدرة على الصيام في الشتاء والصيف فلا بأس عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا ما دامت تدرك الأمور تعرف. أما إذا فقدت الإدراك فلا بأس عليها ولا صيام عليها ولا قضاء. يقول السائل: هل سجود التلاوة يلزم اتجاه القبلة؟ نعم يا أخي، لأنه سجود، وسجود التلاوة صلاة، يقول فيه ما يقول في الصلاة سبحان ربي الأعلى، فيلزم أن يكون متجه إلى القبلة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأيامنا وصيامنا وصلاتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.